كل المرافقة وعندكم كل التشجيع من طرف الدولة للانطلاق نحو آفاق جديدة للمؤسسة الناشئة. في المؤتمر السنوي الثاني للمؤسسة الناشئة تأكيد على مواصلة الدعم والمرافقة لجعل القطاع رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وحلا من حلول التخلص من التبعية لتقلبات سوق النفط. إنما تحقق فعلا في الميدان وما سيتحقق بإذن الله تعالى له نتيجة الرغبة بل الإرادة القوية في التغيير والاهتمام بالمؤسسات والشركات الناشئة كما هو أيضا ترجمة وتجسيدا ميدانيا للالتزامات التي قطعها السيد رئيس الجمهورية على نفسه بالمضي قدما في هذا المسعى الرامي إلى بناء النموذج الاقتصادي الجديد. اللجنة الوطنية لمهل العلامة أسدت أكثر من 750 علامة للمبتكرين من مؤسسات ناشئة، مشاريع مبتكرة وحاضنة أعمال. اليوم في هذه الطبعة الثانية للقاء الوطني للمؤسسات الناشئة نحن بصدد إطلاق عدة برامج لتحسين النظام البيئي، من بينها برنامج كيك ستارت للهدف تاعه أنه المشاريع المبتكرة اليوم يجب أن ندعمها ونساعدها حتى تولي مؤسسات ناشئة. وفي النسخة الثانية تقييم وتثمين لما تحقق في قطاع يسخر بالطاقات واقتراح حلول لعراقيل تحول دون تجسيد الطموحات بعد استثمارات فاقت 1.2 مليار دينار. تم إطلاق الدفعة الأولى من الشركة الناشئة المسرعة من طرف مسرع شركة ناشئة ألجيريا فنتشر، اللي هو أول مسرع عام لشركة الناشئة عمومي لشركة الناشئة، اللي سيمكن هذه الشركات من الحصول على تمويل موافقة المرافقة تكوين المسرعة الدور تاعها. هذيك المؤسسة الناشئة سرعها في النمو تاعها وتمكنها باش توصل للمستثمرين وتكونها بطريقة تكميلية أو مستهدفة، يعني عندها هدف معين، وخاصة الهدف الأهم هو باش يوصلها المستثمرين، مستثمرين يكونوا دوليين محليين أو دوليين. هي إذن طموحات ورغبة في إقلاع اقتصادي حقيقي، سيكون اقتصاد المعرفة من دون شك أحد ركائزه والقاطرة التي تقوده.